من موقع الموقع مستشفى الصحة النفسية بالطائف ملزم على تنفيذ الحملات الميدانية الصحية. حياكم الله من سوق الخضار بالطائف في حلقتنا السابعة. البعض يعتقد أن المرضى النفسيين مساجين، تعالوا نشوف وجهات النظر. ما عنده حرية تصرف، كأنهم مساجين ما عندهم أي حركة، وأنا أعتقد أن هذا الشيء خاطئ. يتعامل معهم بكل احترام. لا والله توقع عندهم حرية التصرف، وزارة الصحة ما قصرت. لا حرية تصرف، لا 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 بالعكس، ولدرجة إنه شو أقول لك، إنهم يتعاملون على أنهم أصحاء، عندهم أمورهم طيبة يعني، لهم جدول معين مرتب ماشيين عليه، عندهم فترة نقاهة، عندهم ألعاب في كل قسم، هذا اللي شفته يعني لاحظته أنا. أكيد حسب الحالة طبعا بالحرية يعني. خلينا نتفق إن المستشفى النفسي عمرها ما كانت سجن للمريض، بالعكس كل الطاقم الطبي مدرك تماما ان المريض النفسي مريض حساس، وبالتالي هو محتاج قدر كبير من الحرية. اثناء فترة التنويم احنا بنركز على تعليم المريض بعض السلوكيات وتغيير بعض السلوكيات اللي ممكن تؤدي في وقت من الاوقات للمرض النفسي. اثناء فترة التنويم الحقيقة المريض طول الوقت عنده أنشطة، منها الأنشطة الرياضية، الأنشطة الترفيهية، الأنشطة الفنية، دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، بالإضافة طبعا إلى العلاج الدوائي المكثف اللي بيبقى موجود على أحدث الطرق العلاجية الحديثة.